يا هلا والله متابعين حلوين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين، طمنوني عليكم. اليوم رجعنا فيديو جديد ورا انقطاع فتره طويله، وهاي القطع يعني كانت خارج عن ارادتي، فان شاء الله انه نرجع رجعه حلوه لليوتيوب. فاليوم عندنا رياكشن على اغنيه خليفه او جي شوباش الساعه 6 تقريبا 12 بالليل، والاغنيه صار لها تقريبا ساعه ساعه ونص من نازله، فكلش متحمس انه اسمعها وياكم. وطبعا خليفه او جي ما يحتاج انه احكي عنه، هو اغانيه كلها حلوه. فخلينا نبدي، وقبل ما نبدي اذا كنت متابع جديد خلي اشتراك وخلي لايك وشير وفعل اهم شيء جرس التنبيهات حتى يوصل لك كل فيديو اول باول. ويلا خلينا نبدي. يلا يسبق المشير معبور، كيفين ما أخذنا الفرح واليوم صيدتنا طيور، كيفين ما أخذنا الفرح. وقف وقف، بداية أعتقد سياسية الأغنية، اللي هو دائما أغاني خليفة وجهي سياسية بها يعني طابع سياسي، وبيها فشي من ال يعني شلون نقول عشائر وهاي الاشياء، يعني كاستنتاج اولي من اللحن. هذا اسلوبي إيه؟ لعبة شوبي اوه راقي اصلي مهيئ شاي، هذا ثوبي لك بالفين وخمسة متجثة لعبتوكي بالفلوجة، طق المطبخ فزوكي يثبيه شروقي، قلتو يا بغداد ذوكي شمشل بسلوكي، انطر ماوي شق الخوذة بسطيتك تتعزل بسوقي لك، اسمع لباس نطقه بالعصري. طبعا هاي حال اغلب مواليد التسعينات، طبعا مواليد التسعينات يعرفون ايش جاي احكي. المهم هاي كلها يعني المصاعب فاتوا بيها هم، احنا كنا صغار بعدنا. ف زلمه ما حد يندق بيه، من الطبش تجيب الحريه، اوه منطقتي الحريه. طبعا الطبش انا 24 ساعه بيها، اصدقاء هناك وهذا. ف خلينا نكمل. على الهمر اسمع صدرية بنص الليل تمشى ثيابه، جيب اغتال وخذ عتابه، كشخ بعبود معدل بالرقبه زنجل دبابه، انت منين؟ انا ابن الشنع شيل والدرابين. فهمت هاي اعتقد هذا التراك راح يذكر بمناطق بغداد واحده واحده. هو اول شيء ذكر هسه حريه طابتشي، طبعا حريه انا ساكن بالحريه ما اعرف، ف حريه طابتشي وهسه الكفاح او البتاوين، ابن الفضل والكفاح وابن البتاوين إيه؟ ابن الشعله والجهاد العامل والامين، تلميذ الصادق قال الفاهم الطف والحسين. شوباش 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 شوباش، فتسمعني على الاخير هلا حق تهجير، قول لي هم بجارة حير هلا حق تفجير، شو جاي اسمع صوت شخير، هل نام البعير بجهنم نار سعير. ده يحكي على السياسي، يقول له جاك تفجير حسيت بشي، ده يوصل لك هواء يوصل لك تبريد لك. خليفة دائما يعني يحكي، يغيب فترة طويلة يحكي بموضوع سياسي، من بدايات أغانيه قبل تبسي يحكي على البطالة، بعدين تبسي يحكي عن الواقع الحياة التعبان، بعدين يحكي أول على العشائر في أغنية على عقالي. فدائما يخوض بهيك مواضيع قوية ويكون مبدع بيها الصراحة. أنا سمعت له هاي أغنية عصافير ما كانت بذيك القوة، الأغنية مال يلا يلا حبيبي هم أنا ما كانت، بس هو يعرف وين يوظف كلماته خصوصا بالسياسة. من لازمك يجي يصير لك بخاف الموت بالغرفة معلق الشهادة، عراقان يا ابن عراق تحلف العالم بمجادة، هذا اللي ضحى بأولاده. عيدة هذا عراقاني ثاني، هاد نعيده هذا حلو عجبني. تحلف العالم بمجادة، هذا اللي ضحى بأولاده واحترقت أجداده، أنا أبو قلب لا تهجير، قول لي هم بجارة حير هلا حق تفجير، شو جاي اسمع صوت شخير، هل نام البعير بجهنم نار سعير، من لازمك يجي يصير لك بخاف الموت بالغرفة معلق الشهادة، عراق انا يا ابن عراق تحلف العالم بمجادة، انا اللي ضحى باولاده واحترقت اجداده، انا ابو قلب الابيض قدام الله على السجادة لك. فرق بين شيطان وملاك، مال قضية وما صير لك، انت العبد حلعت فلك.
تعدي الاخضر بيدي عليك شدت شوبه على المطبق الحفله ملمومه تعاخوا بينكم والحاقه شق هدومه من حلق الاسد لا 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 لك خليفه صار لك قد قاطع يعني اخر تراك الخليفه هو كان ارسطو يعني نزلوا وياه عرايبي بس ما كان ذيك ال نقول ذاك التاثير القوي او المشاركه القويه اخر شيء مال باشا اوكي قبل شقد قبل 7 اشهر 7 اشهر تسوى الانتظار على هيك تراك قوي صراحه واو يعني كلماته يا اخي كلماته واللحن وهو اسلوب طبعا هو الراب اغلبيه يعتمد على الاسلوب حق اجيبه شق بلعومه إيه؟ كل يوم اتنفس اقول الحكومه شعوبه طبعا هو قال طوط الحكومه هو كلنا نعرف شنو هي اخت الحكومه اوكي بس هو حاطها بين قوسين حي الله الحكومه شعوبه وطني خلينا نقراها هاي وطني ودائك انفس مملوءه جشعا فمن لي ان ثبل وتفرق ما اعرف اقرا بل والشعوب مخادعون اذا دعوا للنصح كذبت الفعال المنطقه محمد مهدي الجواهري طبعا شباب خلصت تراك والصراحه يعني دمار من بعد 7 اشهر يجي ينزل هيك تراك بهيك قوه ويعني أنا صار لي فترة تارك الراب يعني أسمع يعني بين فترة وفترة بس أسمع قديم لأن صراحة اللي بالفترة اللي راحت ما دحكي بس على راب العراق دحكي على الراب بشكل عام انخفض المستوى مالته من بعد طبعا إنه كانت الأغاني كلها أو التراكات كلها على فلسطين وبعدين صارت هبوط حاد أنا أعتبره فهسه هيك تراك وخصوصا بالساحة العراقية أنا أشوفه فد شيء قوي واعتقد انه هي هالاغنيه راح تكون ترند مثل باقي الاغاني من خليفه اوجي واتمنى يعني لان حرام هيك اغنيه ما تحصل يعني اقبال واسعه ويسمعوها ناس هوايه ف كلحن من احلى الالحان يعني اللي سمعتها الكلمات كلها قويه ومعبره ومن الواقع العراقي ويحكي هو ك شاب عراقي عاش هاي الفترة التعبانة فيخاطب السياسي هو يخاطب المسؤول يقول له انت عشت هيك حياة مثلي انت عشت الفقر عشت التفجيرات عشت كل هذين السوالف ذكر بيها مناطق بغداد اوكي خصوصا المناطق ذكرها الشعبية المناطق اللي هو طبعا ذكر طوبشي هو اعتقد قال بالبودكاست مالته قبل انه هو كان عايش بمنطقة الطوبشي وهيك اشياء فأغنية كلش حلوة أنا أعتبرها متكاملة وجميلة ولطيفة فأحب أحيي خليفة وأجي على هذا العمل الحلو وأتمنى عجبكم الفيديو وعجبكم الرياكشن فلا تنسون تخلونا لايك واشتراك وشير وتروحون تشوفون الفيديو حاط لكم الرابط بالتعليقات فمع السلامة في أمان الله باي باي